y a personne qui a parlé des prix, du coup ça va être toi. C'est selon les besoins des BU. Aujourd'hui, Alouzim a organisé une conférence autour du cloud et de la résilience à laquelle j'ai eu l'honneur d'être le modérateur. Cet événement a regroupé des institutions de Renault, Microsoft, Huawei, Inui et Webhelp. On a échangé des informations autour des opportunités autour du cloud, les freins autour du cloud et aussi les tendances pour aller vers le cloud. En résumé, notre pays a toutes les compétences, a toute la technicité pour pousser un peu la porte du cloud et faire en sorte que notre pays utilise cette technologie dans la meilleure façon qu'il puisse. Donc sur ce, je souhaite très bon courage pour notre pays et vive l'OSIM. اليوم كان عندنا موعد مع واحد لقاء تكلمنا فيه على الكلاود والمزايا ديال الكلاود خصوصا بالنسبه للادارات او بالنسبه للمستخدمين الانظمه المعلوماتيه على العموم كما كانت اما اداره او شركه وكان صراحه عندنا واحد نجاح كبير لان حاولنا اننا نخرجوا الناس اللي كان عندهم تخوف من هذا الكلاود هذا انهم عرفوا هذه المزايا وعرفوا اشنو كيقدم الكلاود طريقة لا من ناحيه ديال انه يلوفر اون اجيليتي يعني واحد السلاسه في الخدمات وانه كتكون واحد المرونه كذلك في الخدمات لكن كانوا تحديات كثيره تكلمنا عليها اللي منها الانفراستركتور اللي هي تيكون شي تعرفها المسائل ديال الانترنت واللي كاينه في جميع التحديات اللي كتنتظرنا في المساله ديال الانترنت الا انه كان واحد النداء صراحه الحمد لله ان كما كتعرفوا ان الاداره عندنا هذا العام في هذه الحكومه هذه الجديده اللهم لك الحمد مساله ديال حكومه ديال الاداره ديال الترانزيسيون نوميريك اللي هي ان شاء الله قدامها واحد تنتسناو صريحه واحد خريطه طريق اللي غادي تقدر تمشي بنا القدام اذا هذه الخريطه الطريق هذه مبين تحديات ومبين المسائل اللي تنتظروها في هذا خريطه الطريق وانه ما كرهناش انه يكونوا واحد سياسه بالتخطيط مساله عامه بالنسبه لجميع جميع الادارات انها يكون عندها واحد الكلاود سكون ابيل كلاود سوفران ماروكا نوميريك اللي غادي يكون منه كاين بزاف ديال المزايا فيه انه غتكون واحد ميتيوزاسيون دي ريسورس ودي لي انفستيسمون اللي غيتخلق واحد مجال ان الادارات غتنفس شويه من ناحيه ديال لي انفستيسمون ديالها وانه غادي يكون واحد سكون ابيل لي جيت واي واحد الطرق اللي كتكون بين لي سيستيم دانفورماسيون الانظمه المعلوماتيه ديال كل اداره اللي غادي تمكنها اننا تعطي واحد الخدمه للمواطن المغربي وغتخلق واحد شغل الى فكرنا ابعد من ذلك وفكرنا حتى في اوبن داتا سكون ابيل اوبن داتا ديك بيانات معلومات اللي هي غتعطى في هذا الكلاود هذا وغتكون ممنوحه للجميع بطريقه معقلانه سكون دي بيان غوفيرني بواحد الحكم.